اهلا بيكم من جديد في حلقه جديده من برنامج الطبيب، وعايزين نتكلم على موضوع كلنا عاوزين نسمع عنه. كلنا بنعاني من الظروف الاقتصاديه والغلاء في وقت جائحه كورونا، مرورا بفترات صعبه كتير، وكل الدوله دايما وباستمرار بتبذل جهود كبيره علشان تحاول تسيطر عليها، وطبعا ده بيخلق حاله من الخوف والرعب على اغلبنا عن المستقبل، ودايما بنتساءل هو هيكون ايه يا ترى بكره؟ هيكون عامل ازاي؟ ولحد امتى الوضع ده هيستمر؟ وايه اخبار اولادنا وهيعيشوا ازاي اولادنا؟ وعلى الرغم من كل المخاوف اللي جوانا دي، الا ممكن بعض النصائح الطبيه البسيطه او نقدر نقول النصائح عامه يعني انها تساعدنا على اننا نتخطى المرحله دي ونسيطر على مخاوفنا وقلقنا. علشان كده هنكون سعداء جدا ان هيكون ضيفنا النهارده استاذ دكتور عبد الفتاح درويش، استاذ علم النفس والاستشاري النفسي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير جميعا، وبشكر جدا جدا على دعوتكم الطيبه في برنامج الطبيب. اهلا بحضرتك. عايزين نتكلم على انا لما بتكلم على الحاله النفسيه وعلى الطبيب النفسي، عايزين نعرف ان احنا بره مثلا او نتكلم في امريكا او في اوروبا، زياره الطبيب النفسي دي زياره طبيعيه جدا دوريه، يعني المفروض ان كل واحد فينا في مرحله من مراحل عمره ان هو يروح للدكتور. اهلا يا دكتور، انا مضغوط نفسيا، انا عايز اعرف هل انا عندي بادره اكتئاب، ولا انا مثلا ممكن يكون عندي مجرد مخاوف عاديه طبيعيه انها بتكون موجوده. ثانيا والاهم من ده، ان كل الاعراض النفسيه بتسيطر علينا على صحتنا على اعضائنا، يعني مثلا بتبقى عندنا حاله نفسيه بس بتجيلنا مثلا في شكل مثلا قولون عصبي، بشكل مثلا مع الام اس بيبقى في عمى مؤقت، بيبقى في بعض الاحيان اعضاء مننا بتحصل فيها اعياء شديد. عايزين نعرف كل الكلام ده من حضرتك النهارده في برنامجنا برنامج طبيب. تحب تبتدي بايه بقى؟ طيب، اولا هو الموضوع مهم جدا جدا، وانا سعيد ان انا اقدر اتكلم فيه. تعال نقسم كده كلامنا لثلاث محاور. محور اول هو الثقافه، ثقافه المجتمع اللي هي بترى التعامل مع الطبيب النفسي بيكون ازاي، يعني بره الدول العربيه وداخل اوروبا او الولايات الامريكيه. اتنين، مفهومنا عن بعض الامراض النفسيه وارتباطها ببعض الاعراض العضويه اللي هي سايكوسوماتيك، بيبقى الاسباب كلها نفسيه لكن العرض بتاعها عضوي، ويبقى الشخص عمال رايح جاي عمال يشوف دكتور البطنه، دكتور الصدر، دكتور العظام، ويقول له في الاخر انت سليم، كل فحوصات كلها الطبيه سليمه، لكن انت عاوز تزور طبيب نفسي. المحور الثالث هو احنا خوفنا من المستقبل وبنخاف ليه من المستقبل. ففي عجاله كده هنقول اول محور، محور الثقافه. احنا كمجتمعات عربيه لسه ما عندناش فكره الثقه، ان انا لما اقول ان انا هروح لطبيب نفسي او استشاري نفسي اتكلم معاه، فده معناه وصمه عار بالنسبه لي، والناس هتتهمني بالجنون، او الناس هتتهمني ان انا عندي حاجه وتخاف مني. وطبعا ده خطا، ده في ثقافتنا العربيه، لكن في الخارج بالعكس، الطبيب النفسي من اعلى الاجور على مستوى العالم. اتنين، بيبقى الشخص بيتعامل معاه حتى ممكن عن طريق اتصال للفون بالفون او يعمل له زياره في المركز، مش لازم يكون بالفعل عنده مرض او اضطراب، بيبقى محتاج منه نصيحه او الكاوستنج. فاذا ثقافه المجتمع اللي بره غير عندنا، فاحنا محتاجين عن طريق برامجنا نفهم ان في فرق بين الطبيب النفسي سايكاتريست وفي الاخصائي النفسي او السايكولوجيست. السايكولوجيست ده مش هيكتب ادويه، لكن هيقعد يتكلم معاك ويفهم ويعمل لك كاونسلنج ويرشدك للصح ايه تعمله، لان جزء كبير من تعبنا النفسي طريقه تفكير. طب خلينا نتكلم مثلا، لو انا حسيت ان انا مضغوطه نفسيا بالذات في الظروف الاقتصاديه الكبيره، ونقدر ان احنا نبدا نقول مثلا انا عايز اتحكم في ده بغير بقى ان انا اقعد اتفرج على اللي هم بتوع مش عارفه السوشيال ميديا والحاجات الغريبه اللي بيبداوا يدوها نصايح، بتبقى ساعات بتبقى فيها حلو وفيها الوحش. حضرتك رايك ازاي نعالج نفسنا بدايه قبل ما نروح للطبيب؟ ازاي نتحكم في مخاوفنا عموما؟ هل في نصائح طبيه لده؟ اساس مخاوفنا قايمه على حاجتين اتنين، ادراكنا الذاتي اللي بيخوفنا، وده قايم على نوع من ان انا ما بعرفش وخاف اسال، او ان انا اسال حد او اترك باب غلط يديني معلومه غلط. ممكن صديق يقول لي انت تعبان فانت اخرج كتير مع اصحاب لك واسهر واعمل واعمل واعمل، او شوف الماده الفلانيه، او خد الادويه دي ودي هتنسيك وهتخليك تبقى احسن من كده. اذا الخطا في ان انا اواجه زي مشاكلي ده جزء كبير محتاج يتعدل، مفهوم الافكار بتاعنا المفروض يتعدل، وده اللي كنت عايز اقوله في رقم 3. تمام. اذا لو هنستكمل بس الثلاث نقاط دول عشان المشاهد يقربت معايا، يبقى الثقافه بالنسبه للمفهوم الاخصائي النفسي والطبيب النفسي. اثنين، بعض الامراض النفسيه اللي هي بيبقى اسبابها نفسي لكن اعراضها عضويه،
وهنا بيبقى الشخص خطأ في ان هو ممكن يسأل بره اعمل ايه واروح لمين. اذا محتاجين نوعية ان في فرق بين مرض نفسي ومرض عضوي. في مرض عضوي بيبقى اسمه نفسي. التلاتة وده الاهم بقى. طب نعمل ايه عشان افكارنا دي تتعدل وتصلح؟ اول حاجة بقول نقرأ. ولو في مدارس يبقى في توجيه للبيرنتس الاباء يتعمل لهم اجتماعات دوريه في المدارس ونبدا نفهم الابيرنتس اهميه دور الاسره والتفكير الاسري جوه البيت. ولما يبقى عندي مشاكل مع اولادي لازم ان انا اظهرها واعرفها. والاخصائي النفسي الموجود جوه المدرسه لازم يكون متعاون مع الاسر ويبين حالات العدوان الموجوده، الاي دي اتش دي، حالات فرط الحركه، قصور في الانتباه، قله التركيز بالنسبه للطالب في الفصل. دي كلها مشاكل هتنبئ عن مشاكل سلوكيه في المستقبل. لازم يكون في تعاون هنا بين المدرسه والبيت. اتنين، الإعلام مهم جدا جدا يوعي ويفهم ويعرف. ثلاثة، السوشيال ميديا. مهم ان كل اب وكل ام يفهم ابنه وبنته وكل شبابنا يرى ايه عن نفسه ويعرف. في الحالة دي مش خاف من المستقبل، لان الخوف من المستقبل قايم على ادراك ذاتي خاطئ ان انا مش عارف افكر لحياتي، مش عارف افكر ازاي انجح، خايف من بكرة ان يكون في فشل. طب انت لو فكرت ان انت بكرة ده تقدر توصل له بالنجاح، هتعمل ايه؟ هتقرا ايه؟ هتتدرب على ايه؟ هتزود ازاي خبراتك؟ بره في الخارج الشاب بيبقى هو عارف كليه، عارف هيعمل ايه بعد ما بيخلص. ليه؟ لانه من بدري تم توجيهه. وحضرتك طبعا عشت في الخارج كتير وعارفه الكلام ده كويس، ان الثقافه الغربيه ما بتديش فرصه الاعتماديه للشاب قد ما هو مستقل عن الاسره من فتره المراهقه، فعارف يعتمد على نفسه وعارف هيشتغل ايه وهيتحرك في ايه وعارف ان هو عشان يتحرر بيبقى متحرر يعني عشان يلاقي بوزيشن حلو هياخد كورس في الولايه الفلانيه، ممكن يسافر من دوله لدوله عشان يزود كورسات تدريبيه عشان يرفع من مهاراته ويسكن مهاراته. مين بيقول له الكلام ده؟ مش لازم ابوه او امه زي ما عندنا في المجتمعات بتاعتنا العربيه، لا، هو الوعي المجتمعي نتيجه ان هو بيتمرس. فاحنا عشان نعمل ده لازم نعود ولادنا على الاستقلاليه، بس الاستقلاليه الفكريه. نقول له اقرا ونقرب منهم ونتكلم معاهم. اعلام زي ما بنعمل كده، نقرب ونفهم رسالتنا الاعلاميه، الفرق بين الطبيب والاخصائي النفسي.